السلام عليكم اخوان، نكملوا السؤال الثاني ديالنا. السؤال اللي درناه دابا في السؤال الثاني اللي هو غادي نخرج التمرين، ولكن ماشي بسي العادية، بسي امريكي. طابور خرجوا بسي امريكي، كيف ما لاحظتوا هذا هو التمرين ديال السي العادي. شوفوا كنخرجوا بسي سي سي، بما ان الدلتا، بما ان الدلتا فيها ثلاثة ديال الحالات، يعني يا إما تعطي حبر من زيرو، أصغر من زيرو، إيكال زيرو، أرو عند الطروة ديال دي سي، كل حالة كنديرو فيها سي ديالها، سي سي سي. باغراف ندوزو دابا سي أمبريكي، هادي هي سي أمبريكي، هي هادي. سي أمريكا بسيطة، غير شوية غادي تخربك، ولكن غادي نصايبها إن شاء الله. كيف ما قلت لكم، كاين تروا شوز ديال الألغوريزم، كاين لو نو، كاين البلاصة ديال الديكلاراسيون، وكاين لو كور. ألور تقريبا الخطوات كيتشابهوا ما بين السؤال الأول والثاني، غير الخطوة فين كتبدل مي كنخرج سي سي، تما كنديرو سي وحدة. هاديك سي سي وحدة هي كتكون الداخل ديالها سي اخرى كتقوم عاوتاني بالعمل ديالها. اول حاجه كيما هي خصك ضروري يعطيك المستعمل لي فالور ار بي سي. دوزيام شوز لير، خصك تخشي هادوك، تدخل هادوك لي فالور في الميموار ديال البي سي، مع العلم ان الشرطات ما كاينينش. كنحسبو الدلتا ضروري، هي بي في بي موان اف و اف وس. هاد الخطوة ثابتة في السؤال الأول والثاني. نشوفو الخطوة الثانية اللي ندخلو في سي. كما قلنا كاين طروة ديال الحالات، إما دلتا كبر من زيرو، أصغر من زيرو، إيكال زيرو. ألور كنفتحو هنايا، بما اننا عندنا اف ام بي يعني سي وسط سي، يعني غادي نحتاجو سي وحده كبيره، وفي وسطها غادي نزيدو حالات اخرى. هذه هي سي ام بي، يعني هي سي وسط سي. الوغ كيف ما درنا، كاين الحاله الاولى دلتا اكبر من زيرو، عندنا جوج حلول، هو اس ان اكس بي. كنوريو المستعمل الرساله الى دو سوليسيون اكس ان اكس دو. كما كتشوفوا واحد المعلومه اضافيه في الالغوريثم، اللي هي ملي تشوف واحد الفاريابل عندك، واحد الفاريابل ما ديرلوش هادو، الا درتي له هادو غادي تكتب اكس ا، ما غاديش تعوض بقيمتها. هادو خاصين بلي فاريابل سترينغ، يعني لي فاريابل على شكل نص، شكل نص. اما لي فاريابل اخرين ديال هذه الارقام داكشي، ما دير ليهمش هادو. هاد ماشي سميتو بلي يومي، جو بونس ما دير ليهمش لي يومي. أو تكملو إكس أن كتعوض بديالها، إكس دو كتعوض بديالها، وكيعطيك رجل. في حالة أنه ما كانش الدلتا أكبر من زيرو، كان شي حاجة أخرى من غير هاد الحالة، أي حالة من غير هاد الحالة هادي أكبر من زيرو، غادي تطبق هاد البلاصة هادي، تطبق الجهة ديال سينو، يعني هادي ما غاديش تطبق. إذا كان الدلتا أكبر، إذا كان الدلتا صغار من زيرو ولا ايكال زيرو، هاد الشرط هذا تيولي خطأ، ارور، هادشي ما كيطبقش. في كنولدو دابا، كنولدو في الجهة ديال سينو، ارور سينو. كاين دابا جوج حالات، يا اما ايكال زيرو، يا اما اصغر من زيرو. في الحالة اللي قلنا هاتو كيما درنا في البلاصة ديال سينو، كنفتحو واحد السي اخرى. هاد السي هادي كنضيفو ليها الحالة التانية، هانتوما السي الدلتا ايكال زيرو، ألور كاين حل واحد هو هذا. سمحو لنا، هذا خاصو هنايا، يعني خاصها تكون أصغر. ديما فيما كنبغي نبدا ندير طولوس أندوخ، البداية ديما كتكون صعيبة. سمحو لنا هنايا أصغر من زيرو، سي دلتا أصغر من زيرو، ألور كاين حل واحد هو هذا، يكرير إليا إن سول سوليسيون، وكتعوض إكس بديالها. عرفتو إكس مدار فاش تلقى، ما بحيش هي أونتي كتعوض القيمة ديالها.
كيلو هاد السيرو، هاد السيرو هادي محسوبة على السي هادي، محسوباش على هاد السي هادي. هاد السي هادي اللي كاين هنا ها السيلون ديالها، والسيلون ديالها كتضمن وسطها هاد السي هادي، هاد السي كلها كتضمنها وسطها. الور انت دابا باقي في وسط سي، باقي دابا انت في البلاصة في سينو، وفي وسط سينو عندك السي ديالك خدام فيها. هاد السي هادي كتعالجك الحالة ديالك دلتا تساوي زيرو، ألو عندنا حل واحد. إذا افترضنا أن هاد الحل هذا كان خطأ ودخل سينو، يعني هادشي مشى ودخل سينو ودخل الشرط الثاني ولقى خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، هادشي ما يطبقش حتى هو، غادي يدوز الحالة ديال سينو، الحالة ديال سينو غادي يطبق هادشي، وغادي يخرج يدير فانسي. هاد الفانسي هادي كيخرج من هاد السي الأولى، وعاد الفانسي التانية كتخرج من هاد السي التانية، يعني تاهو البرنامج ديالنا وهادو هما الحالات لي كاينين. غير الإختلاف لي كاين هو أننا حنايا خدمنا سي وسط سي، مع العلم أن جبد الحالات بثلاثة، إذا كانت الدلتا أكبر من زيرو هادي كيوقع، هادي كنستخدمو. إذا ما كانش كنستخدمو هاد سينو، سينو كذلك وسط اختيارات، إذا كان الدلتا أصغر من زيرو، وإذا كان الدلتا ما أصغر من زيرو ما أكبر من زيرو كنستخدمو هاد سينو هادي. وفي الآخر كنديرو فانسي فانسي، مع العلم أنك في ما فتحتي شي سي خاصك تجيب ليها فانسي ديالها. عندك 60 سي، خاصك في الآخر 60 فانسي، وهكذا. هذه الطريقة، وكما شفتوا هذا هو الحديث 80 ديالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.